70%. كنت هسأل عن معايير اختيار القرى، بتعرفوا اختيار القرى الاكثر احتياجا؟ هي بالاكثر فقرا، يعني هي في الاخر ان هي الوزاره حتى معايير ان احنا نقول القرى الاكثر فقرا، زي ما الدكتور خالد اتكلم قال الالف قريه الاكثر فقرا في مصر، فتبدا تتوزع ان احنا نقول مثلا محافظه، نقول ان مثلا اسيوط وسوهاج اكثر محافظتين فيهم القرى الاكثر فقرا، فيبقى كل محافظه مش نسبه القرى اللي هيشتغلوا فيها ثابته، لا هو على حسب فقر المحافظه نفسها. يعني احنا نقول مثلا المحافظات الاكثر فقرا في مصر هم الاسيوط وسوهاج. لا انت مش بتعدد يعني ان في المحافظه دي هاخد اثنين وهنا اثنين وهنا اثنين، لا العداله الاحتياجات. يعني احنا نقول الاكثر فقرا بيشتغل عليه، يعني المحافظات الاكثر فقرا في مصر هي الاسيوط سوهاج انامنيا، فحركها لما هتبص على المحافظات دي هتلاقي اكثر محافظات فيها تدخلات او اكثر فيها قرى. احنا بنتابع برضو بعض الصور قبل وبعد. طبعا هي حاجه مختلفه تماما طبعا. الفرق حضرتك لما تبص على فرق البيت ما بين بيت ما كانش اصلا فيه سقف بعد كده نخش على البيت يتعمل له السقف، يتعمل له رفع كفاءة. رفع كفاءة يعني سباكة، نجارة، إن الأرض تشتغل عليها. ويمكن أقول لحضرتك فرحة الناس نفسها طبعا تسوى الدنيا وما فيها. طبعا فرحة الناس لإحساسهم إن الناس دي حضرتك تخيلي بقى لهم قد إيه سنين ممكن ما كانش حد حاسس بيهم، فلما يحسوا إن الدولة المصرية جادة وحاسة بيهم وبتطبطب عليهم وبتحسن لهم البيت بتاعهم، ويبداوا ان هي مهتمه بجوده الحياه نفسها. لان هنا انت حضرتك بنتكلم في خدمات زي ما قلنا، خدمات تعليميه. انا مثلا عندنا في القليوبيه في حضانه رفعنا كفائتها، كانت الحضانه كانت بايظه خالص، فان الحضانه يتم اعاده بنائها عشان مع السنه الجديده الاطفال اللي في القريه يقدروا ان هم يخشوا. رفع كفاءه البيوت، فالبيت نفسه حضرتك شكله اختلف لما تبص على بيت ما كانش ليه سقف او ما كانش فيه وصله ميه او عنده مشكله في الصرف الصحي او في الاناره والسباكه ويتم تجديده. لا الناس يعني تلاقيهم حاسين بالبلد اللي بتعملوا ليهم.